بسم الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا طبيعي يعملونها. أنا لما تتصني من الخلق كربي ولا أغلب البشرية وأهل الجن كذلك يريبوا حاجة اللي ما عندهمش حتى موجب باش كما تقول أنت يشاركوا الله في ملكي. على أنت تعطيني طفل ولا ممكن تعطيني ولا زوج يعطيني ولا الاثنان يعني العقب. أعطيتنا بعد مدة طويلة دعاء ملح في طلبي، أعطيتنا ولد كما تقول أنت نسبناه إلى إبليس الحارف، إلى إبليس ولا شرك الذي قبل ما تستعرك بربي. وبعد وقت استجاب لك ربي خبره وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أضاف ما يعيننا على بلوغ المطلوب، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام قائدنا المحمود يقول ادعوا الله أي الأمر والنصيحة، وأنتم أي حالكم الحقيقية موقنون أي لا تشكون بإجابة الرحمن الذي لا يخلف وعده أبدا. قد يخلف وعيده رحمة العالمين، أما أن يخلف الوعد لابن مات جمدك. والسلام على أهل السلام.